ما شاء الله يا مرحبا، شرفتنا واسعدتنا. الله يسعدك. يا هلا، تفضل يا حبيبي. اهلا الله يحييك. يلا حياك، شلونك؟ شرفت وانا استعداد راسي. يا مرحبا، يا هلا، الله يسعدك. حياك الله يحييك. تفضل يا حبيبي. الله يسعدك. كيف يا مرحبا يا مرحبا. عبد الله، شكرا لحضورك. والله انك احرجتني معك. عبد الله جاي من الشرقيه عشان جاي اليوم وبيمشي يمكن بعد شوي. لا لا مو ماشي لين نقوم له. ان شاء الله عندي. لا ما انت ماشي ان شاء الله. طبعا خلوني اقول لكم سالفه عبد الله. قبل الحلقه وانا جالس اعد للحلقات كتبت احتاج شخص ملهم في تويتر، احتاج شخص ملهم وقصه نجاح. والله انه ولع الهاشتاج باسمك. اسف، ولع المنشن عندي باسمك. يستاهل عبد الله. عبد الله، وراسلتك هذاك اليوم وقلت لك عبد الله ارسل لي عنك نبذه وارسل لي عنك، وتستاهل والله من يستضيفك عشان يتعرف على قصتك. برضه سالت عبد الله وقلت له عبد الله هل في حدود للاسئله ولا نسال زي ما نبي؟ قال اسال زي ما تبي. صح ولا لا يا عبد الله؟ الله يحييك، شرفتنا. عندك شيء ابو عمر ولا ادرعم على طول؟ روح. انا باخذ منهم من الهاشتاجات. عبد الله حضورك والله شرف لنا، وانا نبغى ناخذ الوقت بدل الوقت وقتك. نبغى ناخذ مشاركات من الهاشتاج ان شاء الله. فيصل، اي خدمات ثانيه؟ اسمح لنا مع خذ راحتكم، انا ماكو بدخل معكم. الله، انا اعلامي فينا يا ترى. ابد، انا ترى بسالك. قبل انجازاتك يا عبد الله، وقبل الاشياء اللي سويتها، وقبل قصص الالهام اللي بعدين، ايش اللي صاير لك؟ حادث الحريق. حادث الحريق سولف لنا عنه، ودنا بالتفصيل. تكفى، الناس ترى متشوقين يسمعون هالشيء. انا والله متشوق صراحه. انا بغيت اساله تحت بس قلت ايش يبغى بوجهي. لا قلت خلف الوقت. الحمد لله انا جيت الحين. ترك مقدم معنا. الله يسعدك حبيبي. خلف. انا كنت يعني مع اخوي نلعب بالكبريت يعني، ودخلنا غرفه، الوالده ما كانت يعني تدري عنا يعني، و كانت مشغولة يعني، فلعبنا بالكبريت أنا مع أخوي. وكان كان عمري ذاك 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 الوقت 3 سنوات، وأخوي عمره 5 سنوات. نعم، قفلنا الغرفة، كان المفتاح داخل الغرفة، فلعبنا بالكبريت. ومقفلين عليكم؟ نقفل على أنفسنا. نعم، أنفسنا الباب ولعبنا بالكبريت، وبدأ الحريق يكبر. نعم، وحنا نعم وحنا كنا ساكتين، ما كنا نبي الوالده انها تدري عنا، رغم انها هي كانت يعني حنونه علينا وكذا، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. سبحان الله. ف بدا الحريق يلتهم المكان، وما قدرنا احنا نطلع من الغرفه لانه خلاص بدا المكان يسد الحريق، يسد الباب. فانا استخبيت تحت السرير. والحريق والع بالغرفه كلها. نعم. الله. واخوي رفض يعني انه يجي معي تحت السرير، فتغطى بالمصلى او السجاده. انا من بعد انا انادي عليه، وانا اتذكر اللحظه هذه الوحيده اللي انا اتذكرها في تلك الحادثه يعني. وبعدها شفت اخوي يعني يلتهم الحريق، وانا بعدها ما دريت عن نفسي. الوالدة بعدها طبعا هي كانت عندها ضيوف صباح يعني، ما صارخت وقتها؟ لا ما صرخنا ولا شيء. رغم انكم اطفال يعني وقتها، يعني المفروض انك انت خايف ما تفكر بهالطريقة. ما ادري كيف حصل، ما صرخنا ولا استنجدنا يعني. الوالدة كانت تدور علينا واسألت الضيوف يعني جايينها يعني الضيوف، وقالت وين ما شفتوا عيالي؟ قالوا ادخلوا الغرفه اللي قدام هناك. طبعا الغرفه كانت مغلقه باحكام يعني، حتى الدخان ما يطلع منها يعني، كان يعني البيت يعني قديم يعني تصميمه قديم، فحتى الدخان ما يطلع. وايضا كانت فيه نافذه، والنافذه طال عمرك انها ايضا حتى الاضاءه من داخل ما تبين يعني، النافذه الى حتى الان النافذه موجوده، احنا ما غيرناها ما شلناها، فيها عليها الكسر البسيط اللي حاولوا اهلي انهم يفتحونه ما قدروا يفتحونه. لحتى الان احنا نحتفظ بهذه النافذه يعني، احسن صناعه شفناها بصراحه. طيب وكيف نجوتوا اخوك؟ ايش صار له؟ طال عمرك الوالده يوم جت تفتح الباب يدها على طول يعني حست بالحراره. نعم، وبدا يستنجدون وكذا
وجو العمال اللي برا وجو الناس. الوالد طال عمرك كان مدرس وكان في منطقة نائية ولا كان في اتصالات ولا كان في وسائل اتصال يعني، فحاولوا هم يكسرون الباب فكسروه بالصواطير وهذه الأشياء، فشالنا الهندي ودانا ودونا بعدها إلى مستشفى الخبر التعليمي. طبعا أنا متوفي، أخوي متوفي خلاص. من الحريق، من الحرق ولا من الدخان؟ من الحريق ومن الدخان. في غيبوبة خلاص. سبحان الله، يعني نسبة الحياة 0% يعني. نعم أنا طبعا توفيت. الوالد يعني جاء الخبر متأخر، يعني في مو في نفس الحالة، لأنهم راحوا له بالسيارة على طول، وعلى طول ودونا كلنا مع الوالد ودونا، شافونا الأطباء قالوا هذول منتهين خلاص، يعني غطوا راسهم يعني. فسبحان الله يعني الوالد قال يعني يا رب لو واحد بس بينهم يحيا يعني. سبحان الله أنا يعني سعلت وكحيت يعني. الحمد لله. لا لا ولا هم غطين وجهي خلاص القماش. وصلت انا متوفي. طيب واخوك؟ ما في حياه. لا اخوي توفى الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه ان شاء الله. سلمك يا امين. طيب بدت من هنا المعاناه في حياتي اللي يعني جت يعني. وحياه اسرتك بعد. نعم الوالد والوالده، انا اول شيء اقدم تحياتي وتقديري للوالده. استاهلون يعني مو بس انت اليوم، انا اسلم بعد على الوالده. اقدم الوالده ام نادر الله يخليك، واخواني على روسنا والله صراحه، والوالد الله يرحمه ويغفر له يعني كان يعاني معي في بريطانيا، وكان يتحمل هذه الأمور عني، وكان يتغافل، وكان يحاول أني أنا أتغافل، لأني ما يبيني أني أنا يصير عندي ملاحظة أو أني أدقق في هذه الأمور، لكن لأني كنت حساس وكنت كذا. لكن سبحان الله مع الوقت يعني بديت أني أستشعر دائما بنصيحة الوالد كان يقولها وأنا صغير، أثبت نفسك يا عبد الله في المجتمع. ما كنت أعرف الكلمة هذه، كان يقولها لي وأنا صغير ما كنت أستوعبها، فالكلمة هذه بدأت تكبر بداخلي. أبي أقول وش أعطاك العزيمة الله يرحمه. الله يرحمه. نعم أعطاني، ولا حتى الآن أنا أعتبر يعني الوالد ما زالت روحه عالقة فيني يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب عبد الله كبرت وصارت عندك هذه الحروق اللي سببت لك التشوهات هذه. نعم. كبرت وبديت خلنا نقول تطلع مع الأطفال اللي في عمرك، وأكيد أنك واجهت معاناة كثيرة منهم، صح ولا لا؟ أكيد. اذكرنا المواقف هذه اللي صارت لي. ترى أنا قاعد أسأل هالأسئلة لأنك أعطيتني ضوء الأخضر أني أنا أسأل. أخذ راحتك. طيب ما في مشكلة. كيف كنت تواجه أو إيش كانوا يسوون لك الأطفال اللي بدوا يكبرون، خلنا نقول في عمر من 9 سنين إلى 10، هذا العمر اللي ما هو محسوب عليهم كلامهم. طال عمرك هي بداية، أنا أعتبر بداية الطفولة. أنا ما كنت لا أنظر، ما كنت أشوف طبعا، ولا كنت أتكلم ولا كنت أسمع. طبعا الحريق هذا يعني أخذ كثير من 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 من, من حواسي الخمس، كانت ما يعني يمكن أخذت شهور، يمكن حوالي 9 شهور أو 10 شهور ما أشوف النور. طبعا كانت مغطى الجلد خلاص، ما عاد إنه فيني أشوف. وكان طال عمرك اني انا ما كنت اكل الا من هنا ولا كنت اسمع، وكان هذا مغلق الاذنين يعني. فودونا الى اخذنا معاناه طويله مع الخبر التعليمي، وبعدين اخذنا معاناه الى مستشفى الملك فيصل التخصصي، وجانا امر بعدها من الملك فيصل، الملك فهد الله يرحمه ويغفر له، هذه الوقفه اللي انا لا انساها. وبعدها رحت الى بريطانيا، وبعدها بداوا يفتحون عيني وبدا كذا يعني اخذ خطوات. انا اعتبر ان وجودي في بريطانيا كان تمهيدا لطفولتي، لان لو اني انا حصل لي هذا الشيء وكنت انا في مجتمعي بكون انا انسان تعبان مره. صح. لكن صح. اعتقد ان كان الموضوع هناك اني اكون ابعد عن الانظار، بعدت يمكن حوالي سنه في بريطانيا بعيد عن الانظار، لاجراء عمليات تجميل مكثفه. نعم مكثفه، وارجع الى السعوديه لمده شهرين، وارجع مره ثانيه لبريطانيا 9 شهور 10 شهور، لين ما اغلب شيء عشته في بريطانيا في لندن كلينك. طال عمرك صحيح ان كانت الطفوله صعبه،
وكانت خاصه ايضا حتى في بريطانيا اوكي، لكن على الرجعه بدت الصدمه يعني رجعت الى السعوديه، هنا اللي انا تاثرت نفسيا. يعني انا ما دخلت مدرسه الا عمري 9 سنوات، هنا تاثرت، هنا سمعت كلمات جدا، وبدا يعني الناس انهم يبعدون انفسهم عني، وانا كنت اسال الوالد اقول لهم ليش يبعدون، يقول لي الوالد مثلا امهم تناديهم يروحون يتغدون او يبون ما كان يبيني اني الاحظ. صدمت من المجتمع، صدمت كثير. كانت طفوله، لكن في كلمه كنت اقولها ولا كنت انا مستوعبه، كان يقولوا لي المشوه، كنت اقول قلبي ما تشوه. الله، هذه الكلمه اللي انا دائما اذكرها في جميع مقابلاتي. وهذه عبد الله ما شاء الله عن قناعه، يعني مو بس كنت اقولها وانا ابكي. الواحد يقول الحمد لله على ما وهبها الله سبحانه في اي شيء. الحمد لله صدق. طبعا هذه الرساله هنا عرفت انه وش هو اللي قال للوالد اثبت وجودك في المجتمع، هو اني احافظ على قلبي وعقلي. صح، هذا هو الانسان اذا يكون يعيش بدون هذا الشيء، لان الله سبحانه وتعالى دائما يقول في قلوبهم مرض، ما قال في عقولهم مرض. القلب هذا هو 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 الشيء، اذا انت حافظت على جماله، حافظت على نقائه، حافظت على كل شيء يتبع هذا، خلاص هذا هو يكون المكمل. صح، مكمل لك في كل شيء. صح، فهذا اللي كنت انا احاول اني احميه واقول لهم ان قلبي لسه ما تشوه. يا سلام، اقولها وانا ابكي لهم، اقول لسه هذا قلبي ما تشوه. انا كنت صغير ما كنت مستوعبها، بس كنت اقولها وما دائما اقولها وانا ادافع عن نفسي، لان ما زال عندي حياه، ما زال انا شخص انسان بعيش مثلكم. صح، حالي حالكم. صح، هذا اللي انا قاعد انا اسويه، وهذا اللي صار، اللي انا الان وصلت الى 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 ذا الوقت. طيب يا عبد الله، قدرت انك تتجاوز هذه النظره من الناس والصعوبه في وقت طويل في وقت قصير؟ متى حسيت انك يعني زي انا كنت اتاذى لما يقولوا لي يا معاق؟ الان لو يقول لي واحد يا معاق اسولف معه واضحك، ما عندي مشكله. تجاوزتها بعد يمكن 4-5 سنوات من اصابتي، ما قدرت اتجاوزها انا بين يوم وليله. انت كيف قدرت تتجاوزها، ومتى تجاوزت كلمه يا مشوه اللي يقولونها لك الناس؟ والله يا استاذ محمد الى حتى الان. هل تاذيك هالكلمه؟ الى حتى الان يقال لي، يقال لك، بس انا اعرف انه يقال، ولكن لا تقال لي، ولكن لا تقال لي وجها لوجه. يقول لي يا مشوه، ما تقال لي وجها لوجه. في اشخاص يعني يدخلون يسجلون باسماء مستعاره عشان بس يقول لي الكلمه، عشان انه يرتاح نفسيا، لان في بعضهم حطني في طال عمرك في صندوق، في اعتقاد ان انت المفروض ان تنحط في هذا الصندوق انك انت ما تطلع منه. صح، حطني في دائره، انت الان فيك هالحريق، فيك هذا المنظر، انت المفروض انك ما تنجح. من انت عشانك انك تنجح؟ صح، تصير جالس في بيتك. نعم، هم يبوني انسان منزوي، يبوني شخص ضعيف، يبوني اقول المفروض انا ما اتزوج، المفروض انا ما اشتغل، المفروض انا، يبوني شخص ضعيف. هذا اللي انا ما رضيته لنفسي. تعرف ليه؟ لانهم ما قدروا يحققون هذا الشيء. ما شاء الله تزوجت. يعني ناس الله معطيهم كامل، ما شاء الله تبارك الله، الله معطيهم كامل. بنجي، لا تستعجل يا اخوي، انا بس عشان مو بعيال عندك الحين معكم خلاص. ان شاء الله متزوج، يطول عمرك. الحمد لله، السؤال هذا من عندي. إذا ما قدروا يوصلون لهذا الشيء يعني يعكسونك، يرمونك بالكلام، لأنه لو يعني لو يقعد يشتغل على نفسه 20 سنة قدام ما يقدر يوصل للي أنت وصلت له، فطبيعي أن نواجه. وبعدين يا عبد الله إيش صار لك في والله المستقبل. أستاذ محمد، للأسف الشديد يعني أنا يوم كنت صغير، أنا ما أبي إني أنا أكون يعني متحامل على المجتمع، او اني اكون شايل في قلبي على المجتمع، لكن للاسف الشديد ما عرفت قسوه الحياه الا ذا الوقت. مش قسوه الحياه وانا كنت طفل، الان. ليش؟ لان الان يوم وصلت الى مرحله انا راضي فيها عن نفسي، وبنيت فيها ثقتي، وقفت فيها على رجولي، بعد ما كنت يعني في مكان مثل ما تقول ظلام، وانا كنت سميت نفسي اول معانق الظلام. كنت دائما اني انام في الظلام، بيني وبينك كنت انام تحت السرير علشان انا مثل ما تقول اتخبى من الواقع. انا كنت اظن ان الواقع فوق السرير، تحت السرير اني اختفي عن الواقع، لان الواقع كان مؤلم جدا. لكن طال عمرك انا تجيني رسائل الى حتى الان، انت ما تستاهل، انت كذا، لكن لم تقالي بكلمه صريحه او شخصيات صريحة، كلها دائما يطلبون بأسماء. شبه لأن طال عمرك أنا أعتبرهم هذول هم
طال عمرك اللي يقولون عنهم انا سميتهم الفحم الاسود لقطار مسيرتك. يا سلام، هذا هم فحم الاسود لقطار مسيرتك. يا سلام، مهما كان هذا هم الاشخاص اللي يعطونك دافع. مو شرط ان دائما كل الناس تمدحني، انا مو كل الناس، انا ترى ما احب المديح ولا احب احد يقول انت ناجح ولا احب، انا احب احد ينتقدني، لكن انتقدني بعملي، انتقدني بشيء يعني، لك مو انك تنتقدني انا خلقتي. صح، انا ما بنيت نجاحي على المديح، ولا بنيت نجاحي على الاطراء، ولا تبغى شيء شخصي يعني، خلي يصير انت. نعم، انت عندك يعني تبي تمدح عملي، امدح عملي، ما تمدحني انا، او انك انتقدني انتقد عملي، مو تنتقدني انا. فهذا اللي انا انشغلت فيه مع نفسي، وبديتني اطلع فيها بالرسم، وبديت، لان ايضا ما كنت انا رسام سابقا، كانت يعني في واحدة هناك مربيه او اقصد مشرفه اجتماعيه في بريطانيا اسمها ساندي، ولا حتى الان انا كاتب هذه القصه عنها، وكنت ابحث عنها اني رجعت لها بعدين بس ما لقيتها. هذه كانت تشوف الشخص، احنا عندنا لما يشوفون طفل قاعد بالحاله ما يعمل اطفال، قال هذا شكله نفسيه. هذا خطا. في بعض المجتمع الغربي شافوا الشخص ما يلعب مع الاطفال وجالس بالحاله، ايش قالوا عنه؟ قال هذا شكله اكيد انه موهوب، اكيد شخص مبدع، اكيد شخص مبتكر، اكيد شخص مخترع. هذا اللي قاعد يصير. شافتني بالحاله قالت لي، جابت لي ورقه وقلم، قالت لي ارسم. علمتك الرسم؟ تعلمت الرسم. ما شاء الله. الحين انت ترسم يا عبد الله؟ اعتبر انا، هل تعتبر نفسك رسام يعني؟ مش اني اعتبر نفسي رسام، اعتبر نفسي اني انا تجربه اني احب اني اجربها. اني انا اتحدى نفسي فيه، مش ان الدعوه اعتبرها انها خبره من خبراتي، مش اني انا اعتبر نفسي اني رسام محترف وكذا، لكني استمتع، لان الرسم هذا يعتبر جزء من ادوات اللي قال لي عنه الوالد، اثبت نفسك في المجتمع. هذا يعتبر جزء منه. لان انا موظف الان، انا من ناحيه التوظيف عانيت من صعوبات، لان الوالد كان له نظره بعيده في يعني، وكان ذيك الايام كانت بطاقه المعاقين، كان ما اصلا ما حد يوظف ذيك الايام اللي احنا يعني من ذوي احتياجات خاصه والمعاقين، ولكن الوالد طلع لي، لانه يقول انت اصلا انت معاق، ولا هو عيب ان اكون معاق، بالعكس المعاق والمبتلين هم يعتبرون لهم مكانه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، لكن نبي الناس تستوعب. لكن الناس بدات انها تستوعب. انا الان قمت اطلع في المجمعات وامشي اشوف ناس فيهم اعاقه يمشون او يعني يطلعون يواجهون الناس. اول ما كان الناس اول مختفين، صح، الناس كانوا مختفين، الان بدات العالم تستوعب، بدات العالم انها تدمجهم معهم. لكن للاسف الشديد احنا نبي نتكلم عن موضوع طال عمرك اللي يبي يحس بمعاناه المعاق او ذوي احتياج خاصه. اغلب الناس الناشطين في ذوي احتياج خاصه، بعضهم في بعض الانشطه لازم يكون عنده ابن يعاني من هذا الموضوع. صحيح. ليه ما نشوف الا نادرا هذا، وهذا موجود والناس فيها خير. صح، في ناس ما لهم ارتباط بذوي احتياج خاصه لكن ما شاء الله عليهم ناشطين، لهم نشاط في هذا الموضوع، وهذا الشيء اللي احنا نتمناه انه يزيد يعني. صحيح. كم عمرك يا عبد الله؟ انا عمري 37 سنه. ما شاء الله. ضيف معها صفرين اعتبر 3700. شايب يا حبيبي، شفت الحياه كلها يعني 3700. اي والله، هذا يعنيها ترى من كل قلبه يعني. الصعوبات اللي تاريخ حافل يعني، الله يعظم اجره. الصعوبات اللي يواجهها شخص مثل عبد الله كفيل انها تكبره بعمر كبير. نعم صحيح. والله يسعدك يا عبد الله. ما شاء الله، الهاشتاج ما شاء الله كلهم الملهم، الرجل العظيم، يعني مدح ما شاء الله كثير يعني، كثير. ما ودنا عاد نمدح زياده، اخاف طقها ثقل علينا ولا ايش. لا لا لكن انا بسوي حاجه على الهواء ما عمري سويتها، انا بصور عبد الله وبحطه في الهاشتاج من حسابي الشخصي، وبحط حسابك. يستاهل. وكل الناس روحوا لعبد الله، لان اللي مثل عبد الله والله انه يستحق المتابعه. يستحق. ويستحق. وانا لا ما بقول تستحق الدعم، احنا اللي نبغى الدعم منك يا عبد الله. اي والله العظيم، والله احنا اللي نبغى الدعم منك. كل اللي ما شاء الله يستفيد من كلامك، يستفيد من انا بصور عبد الله. عندك سناب؟ يلا السناب عليك والتويتر عليك. الله تستاهل. انا بصور عبد الله على الهواء قدام الناس، وبحطك في الهاشتاج حق اليوم، وابي اقوى رتويت لحساب عبد الله. انستغرام علي يا رب. علشان كفو. انستغرام عليك كفو. هو اخي بيس راي انا. عبد الله عطني نظره حلوه هنا، تستاهل. الله يوفقك يا عبد الله. الله يسعدك. سولفوا اقرا هاشتاج. طبعا الكل يسال عن حسابك اللي هو تويتر يا تويتر. حبيبنا عندي. عبد الله. عندي. والان بنزله حبيبنا محمد الشريف. الكل ما شاء الله يقول. والمل ابى احط سناب المبدع والملهم لكم، اباكم تضيفونه كلكم.
ترى بيجونك انتهى يستاهل يستاهل حطهم بعيونك الله طيب الله وجهك طيب حبيبنا عبد الله اكيد ما شاء الله يسأل عن الوظيفه والزواج ما شاء الله عطني سنابك يا سلام ان شاء الله اعطيك اياه والله تدليع ما بعده تستاهل تستاهل ولا هب هي على قولتهم من نظره الشفقه هي انك انت ما شاء الله توصل شيء والله ما شاء الله يعني ما شاء الله من الايجابيه شيء من الالهام اللي اسال الله ان شاء الله يجعل يمزح حسناتك والجميع ما شاء الله هنا يثني ويدعي ويشكر ويترحمون لوالدك عسى الله يجعل مثواه الجنه يبغون موقف مؤثر لك هذا طبعا حاليا مو سابقا انا طال عمرك علشان اني اشتغل اخذت سنوات طويله علشان اثبت نفسي طبعا انا من كثر ما احاول ابي اثبت نفسي للمجتمع مشيت من العزيزية الرياض العزيزية اللي في الرياض مشي إلى الخرج لين ما رجولي هذه انتفخت يعني ما كنت أمشي من الساعة 6:30 المغرب إلى الساعة 4 الفجر هذه مشي علشان بس إني أدور وظيفة الله أستاذ فالحمد لله توظفت وتزوجت بعد سنتين يعني عديت 60 يعني عديت 60 مرأة يعني مش إني أنا أحسبها أو الشرف في تويتر اي نعم هذا يستاهل يستاهل اسلم وتزوجت ايضا ما شاء الله تزوجت والان عندي 3 اطفال ما شاء الله في واحد اسمه فيصل شيء لا في واحد اسمه عندي بنتين وولد الاخر عندي تجربة الزواج كانت صعبة عليك جاي فيصل في البداية في البداية نعم نص عليك قيل عني كلمات جدا اشاعات كثيرة عشان ما اتزوج ايش؟ قيل عني اشاعات كثيرة اني ما اتزوج عشان ما اتزوج وناس قالوا عني اني عقيم وانا اصلا ما سبق لي زواج وناس صدقت الكلمات هذا الكلام هذا الكلام هذا اكثر الكلام هذا كلام كثير ما شاء الله انت حاط طريقتهم زي الرفوف وترقع زي الدرج هذا اللي قاعد يصير ما شاء الله ما شاء الله فانا بقول كلمه يعني لكل المتابعين اللي ايضا مهتمين انهم يشوفون الحلقه اليوم والايه هذه لن انساها يعني الايه هذه لها وقع في قلبي يا سلام الله سبحانه وتعالى قال او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أن يحييها الله بعد موتها فمات الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوم من بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر طعامك وشرابك لم تسنه وانظر لحمارك وجاءك أتي الناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم اكسوها لحما أي شخص يشوف في نفسه أنه ضعيف أو أنه حياته انتهت أو الله سبحانه وتعالى ضرب ان الله يطلعك من الانت اللي فيه من 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 الضيق ومن الياس ومن التشاؤم ومن ان اغلقت عليك الابواب لا مع الله ما لا تغلق الابواب مع الله سبحانه وتعالى لا تغلق الابواب والله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يا ما ناس مظاهرها جميله لكن داخلها ميت يا ما اشكال ناس اشكالها يعني لا شيء لكنها داخلها حياه داخلها تفاؤل داخلها امل فانا اقول للناس لا تيأسون انا ظليت سنوات طويله فوق العشرين سنه وانا اكافح علشان اوصل لكن انا ما كانت قصتي عبث ذكريات اللي انا كتبتها للناس كنت كاتبها لاخت اعلاميه وتاثرت منها قالت لازم تنشر القصه هذه القصه هذه بعدها سوت يعني اشياء جميله يعني عرفتنا على ناس وغيرت حياه ناس وتغيروا ناس فيها فهذا اللي حبيت اقوله كلمه حياتنا لوالدتك وحرمك المصون الله يحفظكم ويخليكم ان شاء الله البعض والابناء اللي اكيد الان والكتاكيتك الجميلين انا والله بهم يفتخرون فيني الان احنا نفتخر فيك يا اخي احنا ما لنا علاقه فيك شوف انا ما احب اقول لك كلام لكن والله العظيم لو ما يجي من مسيرتي الا اني جالس جنبك واسمع قصص ما شاء الله انا افتخر اني طلعت معك اي والله هذا شرف لي شرفك طالع ما شايب يعني جاي اسمه فيصل ايش اسماء ابنائك؟ عندي ندى البكر ندى وعندي دانا وعندي مبارك الله يخليها الناديك ابو مبارك ولا ابو ندى؟ نفس الشيء كلهم ندى انا خاطبها طيب عبد الله انا شخصيا بديت المس بعض التصرفات من ولدي
اليوم بدا يكبر وبدا يوعى، صار عمره 9 سنوات، راكان الله يحفظه ويحفظكم ان شاء الله جميعا. صار يقول يعني صار يبدا يسال يا بابا ليش انت جالس على كرسي، يا بابا ليش ابو يزيد صديقه مثلا مو على كرسي. هذه تخليني احسب 1000 حساب للاجابه. انت كيف واجهت هذا الشيء مع عيالك؟ واكيد انها تجيك يعني ما استوعبت. طيب السؤال اقصد، هل اطفالك بداوا، صح سؤالي كان طويل؟ لا صحيح، لا يعني اطفالك بداوا يعني يسالونك ايش اللي صاير لك؟ ندى الان، ندى بدات تسال. كم عمر ندى؟ توها الان قامت تسالني الاسئله هذه. طيب بابا ليه يدك كذا، ليه ايش تبغى بعمر خطيبتي دي؟ اوه اوكي صح انا اسف. طيب ان قال تم والله تتوهق، فهذا كلام مواضيع بيننا عليك. اسمع ايش، طيب ايش ترد عليها؟ كيف تشرح لها؟ اقول يعني من الله سبحانه وتعالى، انا بابا جيت اصلا من زمان كذا يعني صالي يعني اقولها خليك يعني حبيبتي وخليك قريبه، بعدين بعلمك كل شيء مش الحين، يعني لما تكبرين بعلمك كل حاجه. قالت لي علمني الان، اقولها اكبر شوي راح تستوعبين هذا الشيء، ابيها تستوعب بعدين. انا يمكن انا قلت في نفسي يمكن ان شاء الله بعدين يمكن اكبرت بنتي يمكن راح تعاني يمكن من هذا الشيء، راح تعاني يمكن بعض الصغار لو تقول لك اسئله راح تقال لها او ابوك في كذا او صح فهمت. لكن بس الان ما شاء الله نظره المجتمع يعني خاصه مع السوشيال ميديا احس انه صار فيه توعي، صار فيه يعني على قولتك يعني الان تطلع تلاقي اللي بالعربيه تلاقي اللي يعني صح نعم. حتى اللي مبتوري عرفت انه ما تعلم بنتك الحين يمكن تقول انا ابغى اروح اسوي في نفسي زي اصير زي بابا، ممكن تقول ابغى اصير زي ابوي، فلا تقول لها الحين عرفت؟ لا 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 ابدا اي لا تقول لها، يعني اذا كبرت ممكن تقول خلاص انه لو جاوبتها هي ما راح تفهم لانها لسه ما دخلت لحتى الان الابتدائي. تسمح لي اعرف عمر ندى؟ كم عمرها؟ ما شاء الله هي الكبيره ندى ان شاء الله. نعم عمرها 6 سنوات والله راح تدخل ان شاء الله اول ابتدائي. للاسف ان وقتنا خلص، وفيها حب للفن هي ايضا ان شاء الله. اجل انت وياها رسم ان شاء الله. احنا يا عبد الله وقتنا خلص يا فيصل. اي والله انكم اسعدتونا واسعد الضيوف اللي كانوا. احنا والله يعني الشخص مثلك يا عبد الله تسوى له حلقات عشان يعني ننهل من الاشياء الجميله اللي نسمعها منك، لكن عاد الوقت خلص. وشكرا والله لحضورك وتعنيك من الشرقيه عشان تحضر هاللقاء. والله اني جاي اول شيء عشانك ثم عشان البدايه وعشان نوجه شرف يا حبيبي. ان شاء الله نوعدك باذن الله بزياره احنا الثلاثه للشرقيه. والله تستاهل من يعني خالد الهاجر يسلم عليك ويسمعني الان خالد الهاجر ونعم يسلم عليك سلاما كثير. سلم لي عليك كثير السلام وعلى الهواء نسلم على خالد. الله يعطيكم العافيه واعزائنا وحبايبنا المشاهدين شكرا لتفاعلكم وشكرا لوصولكم. فيصل شكرا، عبد الله شكرا، عبد العزيز شكرا. عدول كلمه ولا ما عاد يمكن؟ تفضل يلا. الله يسعدكم وشكرا صراحه لك وللذيب هذا والذيب هذا وللمشاهدين كلهم. الله يبيض وجهكم ان شاء الله. شكرا قناه بدايه على الاستضافه حبيبي. شكرا جزيلا. الله يعطيك الصوره بس جماعيه ان شاء الله بنزلها في انستغرام بعد وتشرف والله. هذا مستوى قدام الناس. لا والله ما اخذ والله عاد بخليها. تعال جنا والشوق يحدينا في صيف نقاك والفرحة تخشانا. جنا والشوق يحدينا في صيف نقاك والفرحة تخشانا. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة، خلنا في الحديقة نستمع القصة. بالورد والريحان نغتنم هالفرصة، خلنا في الحديقة نستمع القصة. جينا 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 والشوق يحدينا في صيف نلقاكم والفرحة تخشانا. جينا 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 والشوق يحدينا.